شحال من عام شافت الحرفه هذه؟ شحال من عام شافت الحرفه؟ واش غنقول لك ماشي وانت الشاريه وانت كدير الشاريه كنت كنبيع ونشري عايش داك الشاريه من ورا داك الشاريه. مشاهدين قناه شوف تي في اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينه الدار. واليوم معنا عبد الرحيم. عبد الرحيم اللي كل واحد في سوق الجمله للمولاي رشيد الدار البيضاء كيعرف. عبد الرحيم اللي شرف في هذا السوق. عبد الرحيم اللي عاش خيبه وزينه في هذا السوق. عبد الرحيم اللي دوز الصيف والشتاء وبرد في هذا السوق. عبد الرحيم مول الشاري والمعروف بالتسميه هذه. عبد الرحيم اللي تقاتل وتحكم على الزمان ومع الوقت بهذا الشاري وهذا اللي هز في يديه وكل وليداته واللي قسم الله تيديه للدار سوا 20 درهم صور سوا 30 درهم جهدوا كاع النهار اللي داز اي صوره 50 درهم غادي يمشي للدار. واش يقول لك؟ الحمد لله على كل حال. اللهم قيلهم داوم بكشيرهم مقطوع. باش ما نطولوش بزاف نخليو مع عبد الرحيم عاودنا القصه ديالو مع هاد الشاريه وكيفاش قادر على الاقل يوفر الماكله لوليداته. السلام عليكم عبد الرحيم. السلام خويا الله يحفظك. كيف بخير كلشي مزيان؟ الحمد لله. صحيحه؟ الله يبارك فيك الحمد لله. سي عبد الرحيم عاودنا من الاول كيفاش القصه ديال الشاريه وكيفاش خدمتي في هذا السوق هذا؟ الشاريه من هذا فهمتيني كيدي معاه طريق ديال الخبز ولاده وكيدي معاه في الدايره فهمتيني وكيتعاونوا مع الناس كيتحداو فيهم مايا في الهضره. كيجيهم وكيوصل لهم عاد الناس اللي كيديروهم عرضوا السلعه ديالهم هادو كيجيو عاوتاني كيدخل رحبه وكيغوت عليه واحد ويجي حيدو يشريو كيهزيه كيتعامل معاه كيعطي هذاك الشيء اللي قسم الله كيوصل ليه الخضره ديالو بلاصه اللي باغي هو. شحال من عام تيخدم في هذه الخدمه ديال عبد الشاري وعبد الرحيم؟ كيعرف غنقول لك اخويا انا كنت نبيع ونشري عايش جيت في الشاري ممكن نبيع ونشري بالي ممكن ما عطاكش بيع وشرا؟ عطاني ماشي ما عطانيش البيع وشرا فهمتيني راه مزيان ماشي ما عطانيش. حلقتي فهمتيني اخويا اش غنقول لك؟ حلقتي وجيبه فهمتيني هاد الايامات كان البيع وشرا ناقص الا جيت انا درت الشاري. درت الشاري معيش في وليداتك على الاقل كتوفر؟ معيش في وليداتي الحمد لله هو كل شهر فهمتيني الله يجعل البركه. قاتل مع الوقت عبد الرحيم؟ قاتل مع الوقت اني نعم الرجال عبد الرحيم. هادو هما الرجال. هادو هما الرجال شنو غايدير بنادم فهمتيني الراجل هو اللي ينوض يدبر على راسو باش يبقى ناعس. علاش كتجي للسوق عبد الرحيم هنا؟ كنت يا خويا مع هذيك السبعه. سبعه الصباح. مع السبعه كنكون هنا. علاش كتمشي؟ كنمشي مع هذيك الجوج. جوج النهار كيسالي عندك النهار الخدمه. شنو تدي معك للدار باش كتبغي تمشي؟ لا يا خضيره وكنتي مع هذاك الشيء اللي قسم الله اللي دبرت عليه انا الشاري. الناس كيتعاملوا معاك مزيان في هذا السوق هذا كيعرفوك الناس. كاينين الناس مزيانين وكاينين الناس خايبين فهمتيني راه كل وجوه على وجوه. شنو المشاكل اللي لقيتي في هذه الحرفه هذه؟ المشاكل اللي لقيتي في هذه الحرفه هذه؟ كاين مشكل الاول وبنادم مدبر على راسه شنو المشكل عندك؟ يعني كاين شي واحد شنو كتهز ليه السلعه وما كيعطيكش فلوس ولا ما كيعطيكش المستحق ولا؟ كاين شي واحد غيضيعك صحيح. كيعطيك رزقك. كيعطيك رزقك. شنو بغيت تقول الناس اللي كيتقاتلوا تما على الوقت وكيتمحنوا مع الزمان؟ هما الناس هما رجال كبار تما الساك راه كيخلصوا الكرا وكيخلصوا مدخلين ولادهم مدرسه من الشاري فهمتيني من الشاري ولكن تما الناس كيجيو عندهم معرفه كيقول لي معرفه راه كيعرفني فلان كيقول لي خرب هذا السيد كيقول لي كيعطيه السلعه ديالو كتمشي في الامان كيقول لي غاتمشي غاتحطها لي عند فلان كيمشي كيحطها لي عند فلان صافي ملي كيجيو كيقلب كيبقى السلعه ديالو راه وصلت شي حاجه ما خاصه. يعني انت الخدمه ديالك بهذا الشاري وانك توصل السلعه من بلاصه لبلاصه. من بلاصه لبلاصه. كل واحد وفين فين كيحط السلعه ديالو. جميع انواع الخضره كتهز بهذا الشاري. حامض، بطاطا حلوه، حيزو، زرعه كورجان. فهمتيني يا خويا البارفا، اي حاجه. هذا الكروس اللي عندك ديالك؟ شاري ولا ماشي ديالي، ديال واحد الراجل راه هو برا هو اللي كيكري. كتكري يعني شحال كتكري النهار؟ 100 دريال. كتكري 100 دريال النهار؟ 100 دريال النهار. طيب مي ديال ديالو اللي صور شي ديال اللي صور شي ديال حط عنده لا كارت ديالك اه ما يعطي والو حط لا كارت مع الصباح كيعمل الشاري توكل على الله كيفاش غادي تقول بحالك ما دخلتش قول مع هذيك 10 ال 11 12 جوج حتى الربعة صاحبي كيعطيك لا كارت ديالو وكتعطي 100 دريال تاخذ صافي تاخذ داك الشيء ديالك وتمشي بحالك كتروح لوعد ولادك عندك وليدات عبد الرحيم؟ عندي جوج اخويا جوج وليدات شحال عندهم من عام؟ عندو واحد باقي صغير خويا الله جابهم دخلوا الراوند وواحد دابا راه كيقرا في الخامس مزيان واحد
مالك واحد الله يرحمه في هذا النهار. اللي وليداتك الحمد لله مفرحهم موكل لهم بهذا الحرفان. اه موكل لهم بهذا الحرفان. انسان هو اللي دير وليدو الحلال. الحلال اه. عني انت. كتخدم يوميا في السوق ولا عندك شهر ما كتجيش فيه؟ لا لا يوميا كتجي. كترتاحش؟ كنريح نهار الجمعة ما كنخدم. كتكون واش كيكون السوق مسدود والخدمة قليلة؟ لا نهار الجمعة صحاب قدرة مخلطة كاع ما كيخدموا. تيخدموش؟ كيخدموا صحاب كيسير. فهمتيني الخمسة وعوديات. فهمتيني من تسعود وصحاب كيسير ومن كيخدموا نهار الجمعة. درتي أصدقاء في الحرفة هذي؟ درتي الناس؟ اه أصدقاء كيعرفوني. كيلقى شي واحد كيقول لي هذا عطيه على حسابي هذا راه معرف هذا الريكوبيون. يعني وليتي ثقة عندهم كاملين؟ اه ثقة عندهم. عمي الحالة من 2011 وانت خدام معاهم عبد الرحيم راه مدة. اه. شنو اللي سالتك الناس اللي كيتفرجوا فينا واللي كيتقاتلوا على الوقت شنو بغيت تقول لهم؟ نقول لهم كنقول لك اخويا. الناس هما اللي بغاو يتوكلوا على الله ويخدموا ويتقاتلوا فاش ما كانش شنو بغيت تقول لهم؟ نقول لهم بيو توكلوا على الله فهمتيني بنادم راه يتوكل على الله رزقه راه يجيبوا لي الله يجيبوا لي. بنادم كيما كيفيق مع الصباح فهمتيني على الله راه كيحس بيه وكيقول هذا راه غادي يتوكل على الله راه عنده وليدات راه الله تي هو راه ما كيخصكش. رزقه تي هو راه كيجيبوا لي الله. شكرا سي عبد الرحيم. شكرا سي عبد الرحيم. فهمتيني رزقك دابا فهمتيني بنادم متوكل على الله راه ما غايحيدوا لك حتى واحد رزقك راه غادي غادي. شكرا بزاف. خليك خليك خليك. إذن مشاهدين قناتك كيمشوا معنا عبد الرحيم اللي رغم أن الخدمة عطانا الوقت واحد شوية ودولينا على القصة ديالو مع الشاريو اللي ولا معروف به وأنه تقاتل على الوقت وباقي مقاتل على الوقت على وجه الوليدات ديالو رغم مسكين فقد واحد ابن ديالو الله يرحمه قولي الوليدات راهم خدام عليهم الإنسان يوكلوا دولة الرزق الحلال يعني اللهم يدخل 20 درهم حلال ولا يدخل مليون حرام للدار فهذا الشيء ما غاديش يكون ليه مزيان ما غايدوبش ليه سي عبد الرحيم اللي تقاتل بزاف على الوقت من 2011 وخرج الثمرة هذه ومقاتل يعني كتمنوا ليه التوفيق وانه الله سبحانه وتعالى يعطيه من هو في خاطره والناس اللي بغاو يتواصلوا معاه ولا اللي بغاو يقدموا ليه شي مساعده رقم الهاتف ديالو راه هو 06 06 68 35 12 اذا المشاهدين الكرام كنوصلوا لنهايه البث ديالنا راكم متاخر ان شاء الله الى اللقاء.